السلام عليكم، انا محمد خالد شرف، وانا ان شاء الله النهارده هشرح لكم الفيكتور جرافيكس والبروبرتيز 3 دي جرافيكس والفاندمنتالز. ان شاء الله دلوقتي هسيبكم على الفيديو. الفيكتور جرافيكس هي الجرافيكس اللي بتبقى معموله من ماثيماتيكال ايكويشنز، والماثيماتيكال ايكويشنز هي اللي بتحدد شكل اللاينز كيرفز والشيبس اللي احنا بنشوفها في الايمج. الشيب اللي في الفيكتور جرافيكس بيبقى ليه حاجات اسمها النود وهاندل، بيتم استخدامهم في ان الشيب بيتعدل شكله. اما بقى خصائص الفيكتور ايمج، فالفيكتور ايمج ريزولوشن اندبندنت، سايز بتاعت الفايلز اصغر من سايز الراستر ايمجز، ممكن بسهوله جدا تتحول لبيت ماب ايمج، واخر حاجه مش فوتوريالستيك. اما بالنسبه للفيكتور جرافيك سوفت وير، ففي ادوب الستريتور، انكسكيب، ادوب فوتوشوب، وادوب فري هاند. وبالنسبة للفاندمنتلز في الفيكتور جرافيكس، بيكون لكل لاين وكيرف موجود في اي فيكتور جرافيك بيتكون من حاجة اسمها بيكسلز، ويتعتبر اصغر element لاي بيكتشر بيحصلها represent on the screen. وممكن عن طريق coordinates ان احنا نعرف كل بيكسل مكانها فين في 2D space ل rectangular array. وللفيكتور جرافيكس في فيكتور objects ودروين بروجرامز وفيكتور جرافيك لانجويجز، بيوفروا بيسك شيبس بيريبريزنتد ماثيماتيكلي، وليهم اكزامبلز زي الريكتانجلز، سكويرز، اليبسس، ستريت لاينز، وبيزيه كيرفز. البيزيه كيرفز عباره عن كيرفز سموث وليهم انواع متعدده زي كيوبيك بيزيه كيرف وكودريتيك بيزيه كيرف. زي ما اتكلمنا عن 2D Vector Graphics، فهو فيه أخرى حاجة اسمها 3D Graphics. 3D Graphics هي عبارة عن Extension من 2D Graphics بـ Axis زيادة، فبمعنى ان هي بدل ما يكون فيه 2 Axis فهي 3 Axis. 3D Graphics بتحتاج سكيل أكبر عشان التولز بتاعتها كومبلكس أكتر بكتير من التولز بتاعت 2D Graphics. وفي طرق مختلفة لعمل 3D Models زي Extrusion والليثن. وعشان نعمل بريفيو لل 3D Objects، فممكن نعملها ريندر كواير فريم عشان نعرف نشوف ال 3D Object شكله عامل ازاي. وعشان يظهر Realistic 3D Graphics، فاحنا محتاجين Realistic Image و Shading Algorithm عشان يعرف يخلي Lighting يحصل له Reflect على السيرفيس بشكل واقعي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى ان شاء الله، واشوفكم في فيديو تاني. شكرا مشاهدة.